ترامب The name of the game. بينما يستعد للعودة للبيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في اختيار أعضاء إدارته بالدال أنا آسف. فقد أعلن عن ترشيح مقدم البرامج بيت سيجيثس في شبكة فوكس نيوز لتولي منصب وزير الدفاع، بينما اختار إيلون ماسك لتولي وزارة سماها الكفاءة الحكومية إلى جانب رجل الأعمال فيفيك رامسومي. هو الموضوع معقد شوية في الأسماء، شوية لغاية ما نسمعها من الأمريكان بيقولها إزاي. وما بين الأسماء أيضا حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكبي ليكون السفير الأمريكي المقبل لدى إسرائيل، والمعروف بخطابه المتشدد والتأييد يعني أو الشبه المطلق لإسرائيل. من واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية، أهلا بحضرتك معالي السفير. أهلا. وناخد من حضرتك كده نظرة تلسكوبية قبل ما ندخل في التفاصيل، ما تقييمك للأسماء التي تخرج الآن من إدارة ترامب أو من حملة ترامب بشأن الأسماء المقترحة لتولي المناصب المختلفة في إدارته القادمة؟ تفضل يا فندم. أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. كلمة واحدة تختصر كل هذه التعيينات: صقور، سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. بالسياسة الداخلية صقور، لأن ترامب قال في حملته الانتخابية وكرر مرات عديدة بموضوع الهجرة غير الشرعية، قائلا أن هنالك 21 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا الولايات المتحدة أيام إدارة الرئيس بايدن هاريس. ذلك هذا رقم مضخم جدا. 21 مليون في أربع سنين؟ في الأربع سنين، نعم. هذا لا أكيد لازم، أكيد في مواقع الفاكت تشيك هتقول لك الرقم ده مش صحيح، مستحيل يعني. نعم صحيح، مستحيل. الرقم المتداول هو 7 ملايين، ولكن الرقم الذي يستعمله ترامب ليضخم الأمور قال 21 مليون، ووعد بأنه سيرحلهم فور تسلمه الإدارة. تنفيذا لذلك عين المسؤول عن الحدود شخص هو يقول منذ فترة، يعني حتى قبل منذ بداية ترشيح الرئيس ترامب وحتى طبعا قبل الانتخابات، أنه هو جاهز ويود أن يرحل هؤلاء الملايين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. يعني هذا بالنسبة إلى السياسة الداخلية. بالنسبة إلى السياسة الخارجية وإسرائيل بصورة خاصة، نعرف كيف أنه عين شخصيات ملتزمة التزاما مطلقا بمصلحة إسرائيل وضد الفلسطينيين. هذه أمور معروفة. الوزير والسفير الذي تحدثتم عنه مايك هاكبي، هذا هو كان يقول، نعم مايك هاكبي الذي كان حاكم ولاية أركنساو، هو الذي قال منذ فلا يوجد هنالك فلسطيني، لا يوجد مستوطنات فلسطينية، هذه أرض إسرائيلية. يعني هو مع أنه ليس يهوديا ولكنه من أكثر المتحمسين لإسرائيل. والغريب أن ابنته الآن هي حاكمة ولاية أركنساو، وكانت ابنته أيام الرئيس ترامب عندما كان رئيسا بين عامي 2017 و2021 هي الناطقة الرسمية بلسان البيت الأبيض، أي أن هذه العائلة لها علاقة قوية مع الرئيس ترامب. وقص على ذلك بالنسبة إلى سائر التعيينات، مايك والتز أيضا مستشار الأمن القومي، هنالك أيضا تأييد مطلق لإسرائيل. وقص على ذلك، يعني صقور بكل معنى الكلمة، السفيرة طيب الجديدة لدى نعم البيت لدى الأمم المتحدة. نعم طيب معالي السفير، نعم. أنا بس عايز أخذ مع حضرتك كده يعني ندخل بقى دي نقرأ النظرة الميكروسكوبية أو التلسكوبية للتفاصيل. يعني متوقع يعمل إيه مثلا في القضية الفلسطينية؟ يعني هيلغي، هيقول زي ما بعض الأصوات في إسرائيل بتقول إنه هيضم أو هيعلن اعترافه بضم إسرائيل للضفة الغربية؟ يعني لنقل أن الرئيس ترامب هو رئيس المفاجآت، لا أحد يعرف بالضبط كيف سيتصرف. الوعود التي يطلقها ليست دائما هي تمثل سياسته، هو يطلق التصريحات وفقا لما يعتبره مصلحته الشخصية. الآن إذا شاء يستطيع أن يقول لنتنياهو أنا عندما كنت رئيسا أعطيتك كل شيء، أعطيتك العاصمة القدس، أعطيتك هضبة الجولان، أعطيتك حركة تطبيع مع
4 دول عربية وما إلى ذلك. وعليك الآن يا نتنياهو أن تسهل قيام دولة فلسطينية، يستطيع أن يفعل ذلك ويضغط ويقول له لا نستطيع أن نفعل معكم أكثر من ذلك، كنا مع إسرائيل أكثر منكم أنتم يعني بهذه العهود. ويستطيع من جهة ثانية ولا نعرف فعلا ماذا يفعل أن يوافق على ضم الضفة الغربية، وقد بدأنا نسمع فعلا من بعض الأمريكيين أن هذا أمر ينبغي أن يحصل. ما هو معالي السفير له الجملة الشهيرة اللي بقت واحدة من الموتوز، It looks so tiny، إسرائيل شكلها صغير قوي على الخريطة، فلازم نكبرها. طبعا نعمل إيه، نكبرها إزاي؟ نعم، واستعمل عبارة أنه لازم it has to expand، يعني لازم تتوسع، وهذا ما يفعله ربما نتنياهو حاليا في قطاع غزة عبر ترحيل المواطنين الفلسطينيين من شمال غزة جنوبا وبعد ذلك الله أعلم إلى أين، وما يفعل في جنوب لبنان عبر تهديم المنازل. والغريب في كل ذلك أستاذي الكريم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في عديد من الاتصالات التي أجراها مع قادة عرب ودوليين يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان من أجل أن يتمكن السكان من العودة إلى جانبي الحدود. وعندما أسمع هذا الكلام تكاد الدموع تخرج من عيني. أي حدود سيأتي اللبنانيون إليها بعد أن دمرت إسرائيل جميع القرى والمنازل الحدودية؟ لا يوجد بيوت لهم، لا يوجد بنى تحتية، حتى الأرض نزعوها بقنابل الفوسفور. معالي السفير كليب صغير كده للشخص المرشح سيناتور، يعني المرشح لأن يكون وزيرا لخارجية أمريكا في ظل إدارة ترامب، نشوفه. أرجع أسأل حضرتك عليه. نعم. Senator Rubio, will you call for ceasefire in Gaza? No, I will not. On the contrary. Senator Rubio. Are you filming it? Well, yes. I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians that are being killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's horrifying. I think it's terrible. And I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that. معالي السفير سيناتور مارك ريبيو بيقول لك بمنتهى البساطة، يعني كل الناس اللي بتموت دي بسبب حماس. نعم، كان في هذا التصريح بالذات كان أسوأ من جالانت وزير الحرب الإسرائيلي في بداية الحرب في 8 من أكتوبر. جالانت قال عندما كان يتحدث عن الفلغوة عن بداية الحرب، قال سنحاصر قطاع غزة، لا ماء لا كهرباء إلى آخره، هؤلاء حيوانات بشرية. ولكن هذا ماركو روبيو الذي سيصبح وزير خارجية الأمريكا استعمل كلمة هؤلاء حيوانات مضرة، vicious animals، يعني أسوأ شريرة مما قاله، شريرة. نعم، vicious animals، حيوانات شريرة. نعم، يعني تصور هذا الشخص الذي ينظر هذه النظرة إلى الشعب الفلسطيني سيكون وزير خارجية الولايات المتحدة. يعني هذا هذه عينة عن ربما ما سيفعله الرئيس ترامب. ولو لم يكن هؤلاء الأشخاص الذين يعينهم ترامب هو يتماشى معهم في التفكير والقرارات لما عينهم. هو يهمه كثيرا هذه المرة ولا من يتولى المناصب ومن يعينهم، لأنه رأى في المرة الماضية بعد أن انتهت رئاسته كيف أن عددا من أقرب المعاونين إليه قاموا ضده عندما رفض نتائج الانتخابات. لا لا، معالي السفير، ده كمان أثناء يعني الأربع سنين شهدت واحدة من أعلى معدلات الاستقالات والإقالات في تاريخ الإدارات الأمريكية. طب معالي السفير، جون بولتون مستشار الأمن القومي. نعم. معالي السفير، بعض الأصوات، وأنا حقيقة قرأت ده حتى في يعني مقالة في صحيفة إنجليزية، كانت بتقول ربما يسعى ترامب، وبرضه من وجهة النظر أنه بيدور على مصلحته، يعني قال لأن يكون حائزا على جائزة نوبل في السلام بأن يأتي بالفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة التفاوض جادة تفضي في النهاية إلى حل مقبول من الطرفين. هل ده ممكن؟ نعم،
هذا ممكن إذا أراد أن يفعله، لأنه عنده جميع الوسائل التي يمكن بموجبها أن يضغط على إسرائيل. المهم أنه يكون عنده الإرادة للقيام بذلك. هو يتمنى أكثر من جائزة نوبل، هو يتمنى جوائز العالم بكل بكاملها. هو من الأشخاص الذين يتمنون دائما أن ينشد العالم بهم ويمدح بهم، يحب كثيرا كثيرا المديح بشخصيته يعني. ولذلك هو يسعى بكل جهده لتعيين أصحاب الولاء الذين يدينون له بالولاء المطلق. معالي السفير، هسألك سؤال ربما ملوش علاقة بترامب، لكن بما أن حضرتك متابع عن كثب يعني لما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، هل حضرتك تعتقد أن العرب أخطأوا كثيرا حينما لم يستغلوا فرصا سابقة كان يمكن بموجبها أن تكون هناك دولة فلسطينية؟ ربما لا تكون 100% مما كان يريد العرب، سواء حدود 67 أو حتى من أيام قرار التقسيم 47. في النهاية هل تعتقد أن العرب أو تحديدا الفلسطينيين أخطأوا في أنهم لم يستغلوا فرصا سابقة كانت متاحة أفضل من الوضع الذي نحن فيه الآن؟ أنا أعتقد أن الفرص المتاحة ضاعت من بين الفريقين، من جهة العرب والفلسطينيين ومن جهة الإسرائيليين. أذكر جيدا اتفاق أوسلو، أنا كنت قائما بالسفارة اللبنانية في واشنطن، كنت جالسا في الصف الأمامي أثناء اتفاقات أوسلو عندما وقع الرئيس بوجود عند التوقيع بحضور رابين والرئيس عرفات، وكان هنالك جو من التفاؤل كان هنالك. ولكن بعد فترة قصيرة رأينا كيف اغتيل رابين، يقول كثير من الإسرائيليين بتشجيع ليس للقتل ولكن عبر رفض أوسلو بالكامل واتهام رابين. طب لأي مدى أضاع الفلسطينيون فرصا أخرى كما يقول مثلا يهود أولمرت وكما يقول يهود برك؟ يعني نبدأ من عام 1948 إذا شئت، عندما عند التقسيم وكان هنالك إمكانية إقامة دولة فلسطينية، رفض في ذلك الوقت ليس الفلسطينيون وحدهم ولكن العرب والفلسطينيون رفضوا ذلك. وبعد هذه الأمور في يعني حصلت، أعتقد يعني لم أعد أذكر بالضبط التفاصيل، ولكن لا شك لدي أن كان هنالك فرصة تم يعني تجاوزها أو رفضها. أشكر حضرتك عند هذه النقطة معالي السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. وربما أنا هلخص كلام حضرتك في جملتين، واحدة حضرتك قلتها ألا وهو أن ترامب أتى إلينا بصقور صقور صقور، ربما يكون صقور في ناحية مفيدين في ناحية تانية، لكن ده موضوع تاني. وفي عبارة تانية قالها أبا إيبان اللي هو كان بيسموه يعني أبو الدبلوماسية الإسرائيلية، يقول لك العرب never miss an opportunity to miss an opportunity، يعني لم يفوت العرب فرصة لإضاعة الفرصة. مش هدخل في تفاصيل الجملة، إنما هو كان بيشير لكان إن إسرائيل طبعا موقع المنتصر واللي بيفرض إرادته إدت فرص للعرب علشان يوقفوا الحرب، إنما هم اختاروا الحرب، وكل ما يحاربوا يهزموا ويخسروا أكتر.